تحقيق الاستثمار الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة هو مدخلنا في هذا اللقاء، وبيعول على كثير من الأدوات منها المنتديات، فكرة أنها ملتقى ربما يؤسس نقاط انطلاق لتحقيق حراك في هذا المجال، ارتقاء إلى أيضا الوصول إلى التكامل العربي المنشود والمزيد من الأحلام تتحقق على الصعيد العربي والإقليمي كذلك. ينضم إلي في هذا اللقاء دكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. طبعا إحنا كنا بنتكلم عن أهمية المنتدى العربي الخامس حول أفاق توليد الكهرباء اللي بتنظمه وزارة الكهرباء، ومشاركة لافتة على المستوى العربي والعالمي للتعرف على التحديات والطريقة المثلى لمواجهتها. في البداية، أهمية استضافة مصر لمثل هذا المنتدى من وجهة نظر حضرتك، وإزاي نعظم الاستفادة منه قدر الإمكان؟ الحقيقة هذا المؤتمر ينعقد في إطار تزايد الاهتمام العالمي باستخدام الطاقة النووية. مرة أخرى تعود القوى النووية لتتبوأ مكانا تستحقه في مزيج الطاقة العالمي. الطاقة النووية الحقيقة يقال إنها خيار التمكين الكلي. خيار التمكين الكلي بمعنى إن هي تمكن الاقتصاد من احتياجاته من الطاقة، وتحفظ أيضا سلامة البيئة، وهي في الدورة الإجمالية لتوليد يظن البعض إنها غالية الثمن، لكن هي التكلفة الرأسمالية المبدئية هي اللي غالية، لكن الوقود النووي بعد كده تكلفته بسيطة وزهيدة جدا على طول العمر التشغيلي. نمرة اثنين، معظم المحطات الكهربية تشتغل 30-40 سنة، المحطة النووية ممكن تشتغل 80 سنة، وده بيعظم التكلفة الكبيرة المبدئية أثناء التشييد. لكن بعد كده الوقود النووي متوافر تماما، ما فيش أزمات يمكن أن يعانيها كما يعاني النفط والغاز من أزمات. النفط والغاز هي سلعة كمان سياسية تستخدم للضغوط، لكن النووي متاح بشكل ممتاز وبعدالة في أماكن كثيرة من الدول بحيث لا تكون فيها اختناقات. وأيضا كما قلت لسيادتك، في الدورة الكاملة لتوليد الكهرباء منذ استخراج اليورانيوم لحد إهلاك المحطة على مدى 80 سنة يصبح الطاقة النووية من أرخص الطاقات المتاحة. فهي خيار التمكين الكلي من حيث العوالية العالية جدا للطاقة النووية في إمداد الطاقة، من حيث السعر المتاح للاقتصاد بشكل جيد، من حيث مكافحتها لغازات الدفيئة لأنها لا ينبعث عنها غازات الاحتباس الحراري اللي احنا بنقول عليها اختصارا غازات الدفيئة. غازات الدفيئة أي المسببة لدفء الجو الأرض، عشان يبقى السادة المشاهدين واخدين بالهم جاي منين المصطلح. فهي بتقاوم، هي والطاقات المتجددة تقاوم بشدة غازات الدفيئة لأنها لا يصدر عنها ابتعاثات لغازات الدفيئة. يتطلع العالم بقوة للقوى النووية الآن كمساهم قوي في مكافحة غازات الدفيئة. استخدام الطاقة النووية لأغراض السلمية ربما يعني الدول حديثة العهد بها بشكل أو بآخر، وده يلفت أن لازم يكون في معايير في التعامل معها لتعظيم الاستفادة منها وتجنب يعني أي مما لا يحمد عقبه. أهمية المؤتمر ده في أن يجمع الرؤى ويتم التعرف على وجهات النظر من البلدان المشاركة المختلفة إذا هذا النوع من الطاقة واستخدامها للأغراض السلمية، ما بين الواقع والمأمول وربما بعض التحديات يعني عندما نتعامل مع هذا الشكل. هي بالفعل الدول العربية النهاردة بتتطلع لاستدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكلي من زاويتين. الزاوية الأولى أن هي تعظم تنويع المزيج، لأن الطاقة النووية استدخال الطاقة النووية، حضرتك تندهشي لو تعرفي أن اعتماد العالم العربي على النفط والغاز يصل إلى 98%. الطاقة الأولية التي يحتاجها العالم العربي يستهلك 98% من الطاقة التي يحتاجها من النفط والغاز. طيب احنا حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي
النفط والغاز عمره في الأرض كله حتى الآن العمر الباقي كله لا يزيد عن 40-50 سنة. ماذا تفعل هذه الدول؟ 40-50 سنة ليست عمرا كبيرا، ليست سنوات كبيرة في عمر، في عمر الشعوب طبعاً والدول طبعاً. فإحنا بسرعة جدا رايحين على نضوب كامل للنفط والغاز. ماذا تفعل هذه الدول؟ هي بديلة. تتطلع الآن للبدائل، من أهم البدائل التي تتقدم كل البدائل الطاقة النووية زي ما قلت لسيادتك، لأنها خيار التمكين الكلي ومكافح عظيم لغازات الدفيئة. أيضا تتطلع إلى الطاقة النووية من زاوية أخرى، هي الاستفادة من تعظيم التطبيقات السلمية للطاقة النووية. احنا عارفين ان الطاقة النووية تستخدم سلميا في جميع القطاعات تقريبا، في الطب، في الزراعة، في جوانب كثيرة جدا من الصناعات، في تستخدم بشكل جيد ولها تطبيقات مذهلة وممتازة. تتطلع دول عربية إلى الطاقة النووية من الزاويتين دول، إنها تفعل تنويعا جوهريا في سلة الطاقة، وأيضا تستدخل التطبيقات السلمية للطاقة النووية. الرئيس السيسي أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية في محافظة دمياط، كان في مقاربة طبعا أيضا من الأفق المتعلق بالطاقة، وأكد سيادته بأن تم إنفاق 615 مليار جنيه لتحسين الكهرباء في مصر ومضاعفة حجم إنتاج الكهرباء، وده طبعا في إطار كتير من الأخبار الإيجابية اللي بنسمعها عن مشروعات وثيقة الصلة بالطاقة وتوليد الطاقة الكهربية واللي اتحقق في مصر حتى الآن من هذه المشروعات. قرأت حضرتك بشكل عام؟ قرأت. هي الحقيقة مصر اهتمت جدا منذ 30 يونيو 2012 أو 2013، مصر اهتمت بأزمة الطاقة، كانت مستحكمة فاهتمت بوضع حل أزمة الطاقة على أول الأولويات. بدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان استراتيجية جديدة في مؤتمر القمة العالمية للطاقات المتجددة في أبوظبي في أغسطس 2014، أعلن استراتيجية من 5 محاور أعمدة جوهرية. واحد منها مهم جدا، وهو أولها تنويع مصادر الطاقة، بعدين دخل فيها كفاءة الطاقة والاهتمام بالطاقات الجديدة المتجددة وإتاحة المجال للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة وتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة. استراتيجية متكاملة. الاستراتيجية دي نبعت من مبادئ جوهرية، أولها إن إحنا علشان نأمن مستقبل الطاقة عايزين 3 حاجات بحسب الثقافة التي ينشرها مجلس الطاقة العالمي. أول حاجة احتفظ بجميع خيارات الطاقة مفتوحة، keep all energy options open. ده مبدأ جوهري بيوصي به الدول كلها في العالم. الحاجة الثانية بيقول علشان تصل إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتتقدم في تأمين مستقبل الطاقة في البلد، أنت عايز تأمن 3 عناصر جوهرية. أول حاجة الإتاحية، إن الطاقة تبقى متاحة، availability. تاني حاجة تبقى قادر للوصول إليها، جميع طبقات الشعب عندك تبقى قادرة، دي بيسميها accessibility مجلس الطاقة العالمي. وبعدين لازم تكون طاقة مقبولة يقبلها الناس، وبالتالي المعيار الثالث acceptability. ده ممكن ننطلق منها بقى فكرة المحاذير البيئية وحاجات كتيرة متعلقة. هي دي بتغطي بقى المحاذير البيئية، بتغطي الأمان زي النووي. الأمان النووي. فأنت عندك بيسموها 3 A's، 3 E: availability, accessibility, acceptability. فإحنا هذه المعايير تحققت بشكل عظيم. وممكن نحطها لو حطيناها تحت عنوان عريض دكتور ماهر، القابلية للتطبيق. إن ممكن يكون في أفكار جميلة وعبقرية جدا لكنها على أرض الواقع غير مناسبة، تفتقر للصلاحية للتطبيق. لكن إحنا لو بصينا بشكل بانورامي لما تم في مجال الطاقة في 5 سنوات الأخيرة، نجد إن كل ما تم من إنجازات كانت قابلة للتطبيق بشكل كبير جدا، كانت مقبولة على المستوى الجماهيري إلى أقصى درجة، كانت في الوقت نفسه. ممكن نضرب أمثلة يا دكتور؟ نضرب أمثلة. يعني مثلا استخدام الغاز الطبيعي في 3 محطات سيمنز اللي أنشئت، والسيد الرئيس كان بيفتتح واحدة منهم النهاردة في
في دمياط، لا انا اعتقد في محطه النهارده كانت في دمياط. المهم احنا الغاز الطبيعي حتى الان هو افضل وقود احفوري متاح لتوليد الكهرباء، ولكن طبعا اقتصاديا هو ليه استخدامات اهم بكثير جدا في الاقتصاد، فعشان كده تنويع مصادر الطاقه في الاستراتيجيه المصريه. احنا اهتمينا جدا بالخيار النووي ومحطه الضبعه ابتدينا وطمنا الجماهير في مشروعات الطاقه الشمسيه في اسوان، انا هقول لسيادتك مزارع الرياح بمنطقه جبل الزيت، حاجه ثانيه كانت الطاقه الجديده والمتجدده. فاحنا ابتدينا التنويع. عندنا طاقه النفط والغاز احنا بنحاول نعمل، رغم ان هي قادرين نستخدمها بكفاءه عاليه جدا، بس عايزين نقلل منها على المدى الطويل لانها ناضبه. الحاجة الثانية بنفتح في المجال النووي، والمجال النووي على أعلى درجات الأمان ودرجة القبول الجماهيري له، وفقا لما تم من توعية كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، الناس ابتدت تتقبل الخيار النووي باطمئنان شديد. الطاقة الجديدة والمتجددة لها قبول كبير جدا وعريض في كل المجتمع. عندنا في المنبان حقل شمسي ضخم جدا يتسع ل 2000 ميجاوات، عندنا على خليج السويس عن إمكانات ضخمة جدا لتنمية طاقة الرياح، وصل حتى الآن حوالي 1200 ميجا وات شغالة الآن. عندنا غرب النيل وشرق النيل وبعض أماكن أخرى قد تتسع ل 90,000 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، منها حوالي 55,000 ميجا وات شمسي و 35,000 ميجا وات رياح. ده كل المستقبل ده متاح أمامنا ولها قبول جماهيري ضخم جدا. تقدر الإشارة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية؟ المشكلة إنها لا يعول عليها لبعض المحددات التكنولوجية المرتبطة بها نفسها، زي يعني أول محدد إنها طاقة متقطعة، ثاني محدد إنها طاقة مترجحة، فهي لازم يكون في مصدر قوي جدا يسندها. وبالتالي المستقبل الكبير عندنا إذا تقدمنا في الطاقة المتجددة، إحنا لازم نسندها بالطاقة النووية ونسندها أيضا بطاقة الفحم. فلو عندنا المستقبل اللي جاي في لحد سنة 2030-2050، إحنا مصر تحتاج أن يتغير مزيج الطاقة فيها، بحيث ينزل استخدامات الغاز الطبيعي حوالي 35%، يرتفع استخدامات الطاقة النووية 16%، نستخدم الفحم إلى حوالي 25-30%، وعندنا بعد كده الطاقات المتجددة قد تصل إلى 25-30% حسب الاستراتيجية الموجودة. إحنا ممكن نوصل سنة 35 إلى تعظيم نسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 35%. ده المزيج الآمن لمستقبل يتسع لسلة طاقة تستطيع أن تعول عليها. في الحالة دي اللي هيكافح غازات الدفيئة، النووي مع الفحم بيعادله، النووي لا ينتج مطلقا غازات دفيئة، الفحم بينتج شوية. لو عندي كل 6000 ميجا نووي أحط جنبها 6000 ميجا فحم، فأنا بنزل إنتاج غازات الدفيئة. الفحم ماديا في المتناول، يعني يعتبر تنافسي في الجزئية دي، الفحم تنافسي جدا، لكن في مخاوف بيئية. لا يا فندم، ما هو ده بقى، إن في أفكار زي ما الطاقة النووية صاحبتها على طول عمرها تخوفات مبالغ فيها وأفكار خاطئة، أيضا الفحم يصاحبه مثل هذه الأفكار الخاطئة، لأن النهاردة أجهزة الحماية البيئية المرتبطة بتوليد الطاقة من الفحم خلته فحم نظيف جدا، انبعاثات ملوثات الهواء وصلت إلى حد أدنى بشكل لم يكن أحد يحلم به. تناول الفحم نفسه داخل المسارات المغلقة تماما لا يتسرب منه أي شيء إلى الهواء، يعني يتسع، يعني يعوزني الوقت أقول التقدم التكنولوجي الهائل اللي حصل في تطبيقات توليد الكهرباء باستخدام الفحم قد إيه هو نظيف. لكن هو مهم من زاوية أنه يعاضد النووي الاثنين مع بعض، لأن الطاقة المتجددة محتاجة سند قوي من هذين المصدرين. ليه المصدرين معا؟ فحم باقي لحوالي 200-300 سنة قادمة، النووي بمعالجات معينة باقي ل 5000 سنة قادمة، فالاثنين دول موجودين. بس أنا ما أقدرش أزنق نفسي زي ما زنقنا نفسنا، أي دولة لا تستطيع أن هي تحصر نفسها في مصدر واحد أو اثنين، لازم تنويع السلة. وبالتالي إذا قلنا طيب أنا همشي متجددات مع نووي بس، يبقى برضو أنا
عندي نقص في السلة، لا أنا لازم أدخل الفحم يمشي مع النووي، يمشي مع الطاقة المتجددة، كل ما تقدم في الطاقة المتجددة يسندها النووي والفحم، فيقل جدا جدا مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. حضرتك عرضت الأرقام وليها دلالات مهمة جدا وامتداد بقى الحديث بالأرقام، نتكلم عن أرقام بتعكس تقدم مرتبة مصر ووفقا للمؤشرات الدولية للطاقة المتجددة، ترتيب في مؤشر تغير المناخ تحسن من المرتبة 28 للمرتبة 24 لهذا العام. إزاي إحنا نبني بقى ده الحصر؟ بيعكس إيه الجهود اللي مصر اهتمت بيها فعلا علشان من زاوية التنمية المستدامة يبقى إحنا أيضا كل تنمية نحققها لا تزيد الانبعاثات إلى الحدود المؤلمة أو إلى الحدود الخطيرة. فهو ده معنى أن إحنا تقدمنا في مؤشر انبعاثات غازات الدفيئة. أيوة. إنها بالقياس للحجم الكلي للاقتصاد إحنا إنتاجنا من غازات الدفيئة بيخلينا ننزل من المرتبة 28 إلى المرتبة 24 في التحسن. مفهوم. واخد بال سيادتك؟ وده معناه إحنا مصر عندها استراتيجية النهاردة لمكافحة التغير المناخي. التغير المناخي كل قطاعات الاقتصاد في مصر عندها أجندة من المشروعات التي تكافح الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة. إن شاء الله حنصل لمراتب أكثر تقدما في المستقبل القريب. والتي تتكيف مع آثار التغير المناخي. أنا بشكرك يا فندم. جزيل الشكر لحضرتك، واسمح لي أختتم بجملة حضرتك ابتديت بيها. في إطار الاقتباس الطاقة خيار التمكين الكل. جزيل الشكر دكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي، شرفتنا. تعيش يا فندم. دي كانت المحطة الأخيرة وجولتنا مع حضراتكم النهاردة في من القاهرة، لقاءات يومية متجددة على شاشة قناة النيل للأخبار. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة وأترككم لمتابعة المزيد من الفقرات على شاشتنا بعد قليل. جولة صحفية بصحبة زميلة مروة المليكي. تصبحوا على خير.